بعد أن نال منها التعب جلست. كيف لا تأخذ قسطا من الراحة وهي التي استغرقت أسبوعا في انتظار دورها بالحصول على الورقة الأخيرة برفقة المئات من النساء والرجال في المركز الخاص بصرف شيكات الضمان الاجتماعي الذي جاء بعد سنوات من توقفه. قمنا الساعة 6 ما الساعة 6 المغرب واحنا نجري على هذا القرية وظل الجواع قباب لا أكل ولا شرب. قلنا لنا أسبوع من يوم ما بدأت العانة هذي من الآن أسبوعين وأكثر من أسبوعين وإحنا نجري 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 ويقول لك جيب الأعمى وجيب المكسر جيب اللي ميت جيب اللي حي هذا الخبر. شوف إحنا دفاترنا معانا من نجيبهم اللي ماتوا اللي حي بصعوبة أحيانا قابل اللجنة. اللجنة صح أحيانا تقدم لك وتسهل لك عملية الشيكات لكن تجي عند صاحبة الصرف عند صاحبة الصرف وهي تعقد المسألة. تبدو علامات البؤس واضحة في وجوه هؤلاء المسنين وهم يقفون أمام النوافذ قابضين بالبطائق المؤكدة أحقيتهم في الحصول على الإعانة الشهرية الخاصة بمن لا يمتلكون مصادر دخل والذين تزايد عددهم نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي وتوقف الكثير من الأعمال ما ضاعف من تأزم الوضع المعيشي للكثيرين. أنقذنا من الشغل إلى الآن أكثر من 75% وبعد العمل معانا فرق بيتم لهم نزول هذا للعجزة والمعاقين بيتم لهم نزول إلى المنازل صرف لهم الشيكات. يبدو الزحام في مركز الصرف بمديرية خنفر أكبر المراكز في محافظة أبين طبيعيا إذ إن عدد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية تجاوز 18,000 في هذه المديرية وحدها مما سبب ضغطا إضافيا لدى الفرق المكلفة بهذه العملية حيث يؤكد العاملون أن غياب التنظيم كان سببا في وجود الكثير من المشاكل المصاحبة للعمل منذ اليوم الأول. أكثر من أسبوع مضى على وجود هؤلاء في هذا المكان وهم في انتظار أن تصرف لهم المبالغ الضئيلة التي تسمى مجازاً الإعانة الشهرية والتي تحولت إلى إعانة سنوية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.